الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح المقدمات السنوسية للإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه بشرح العلامة الشيخ السرقسطي رضي الله تعالى عنه عند قوله: الحكم إثبات أمر أو نفيه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. فهذه هي المقدمة الأولى، أو هذا هو الشروع في المقدمة الأولى. وقلنا إن المقدمات السنوسية على ثمانية أقسام. المقدمة الأولى تسمى مقدمة الأحكام، والمقدمة الثانية في المذاهب في أفعال العباد، والمقدمة الثالثة في أنواع الشرك، والمقدمة الرابعة في أصول الكفر، وهكذا إلى المقدمة الثامنة وهي الأخيرة. فالآن نشرع في المقدمة الأولى وهي مقدمة الأحكام، وهذه هي أهم المقدمات أو هي الأساس بالنسبة لما بعدها. الحكم إثبات أمر أو نفيه. فإذا كانت المقدمة الأولى في الأحكام، فيجدر أو ينبغي أن يعرف الأحكام. وإذا أردنا تعريف الأحكام فنرجع إلى المفرد. مفرد الأحكام حكم. فما المراد بالحكم؟ أو ما معنى الحكم؟ قوله، هذا كلام الشارح، قوله رضي الله عنه ونفعنا به: الحكم، قوله أي الإمام السنوسي رضي الله عنه. الحكم يعني اللغوي، ويقال الحكم على الإطلاق. فتعريف الحكم هنا على إطلاقه، يعني ليس بقيد كونه شرعيا أو عاديا أو عقليا، إنما هو مطلق حكم. أي حكم سواء كان شرعيا أو عاديا أو عقليا. ما تعريفه؟ فقال: الحكم حقيقته إثبات أمر، يعني لأمر آخر، أو نفيه عنه. فالحكم منحصر في إثبات أو نفي، فالحكم لا يكون إلا إثباتا أو نفيا. فإذا أثبتت أمرا، ولا يصح أن تثبت أمر لنفس الأمر، وإنما تثبته لأمر آخر، أو تنفي أمر عن أمر آخر. فلا يصح أن تثبت الثابت ولا أن تنفي المنفي. فمعنى إثبات أمر أي لأمر آخر، ولا يصح أن يكون الإثبات في نفس الأمر،
الذي جرى فيه الايه الثبوت لا صح ان يجري فيه النفي، فيكون هذا ايه تناقض. ولذلك قال اثبات امر يعني لامر اخر. اذن فهناك في القضيه موضوع ومحمول، امر لامر. فمثلا اثبتنا القيام لزيد فنقول زيد قائم، فاثبتنا امر هو ايه القيام لامر اخر ما هو هو زيد. او ننفيه فنقول زيد ليس بقائم، فنكون قد نفينا القيام عن زيد. واضح الامر؟ طيب عندما قال اثبات امر يعني لامر اخر او نفيه عنه، فهنا ضمير او نفيه، فالضمير يعود على الامر من حيث هو امر لا على الامر الذي جرى فيه الاثبات، والا لزم عدم صدق الحد على النفي الذي لم يتقدمه إثبات. ولذلك قلنا عندما قال أو نفيه يعني نفي هذا الأمر عن إيه أمر آخر. ولذلك قال فالضمير يعود على الأمر من حيث هو أمر لا على الأمر الذي جرى فيه الإثبات. فمثلا أثبتنا القيام لزيد، فلا نقول إن الحكم هو إثبات الأمر اللي هو إيه القيام عن الأمر الآخر الذي هو زيد أو نفيه، فلا يجري النفي على ما جرى فيه الإثبات ولا الإثبات على ما جرى فيه النفي. ولذلك قال وإلا لزم عدم صدق الحد على النفي الذي لم يتقدمه إثبات. فمثلا ممكن نقول زيد قائم ثم ننفي القيام، زيد قائم اليوم، زيد ليس قائما بالأمس أو غدا. فالأمر الذي لم يتقدمه إثبات فيلزم أن يكون الحد غير جامع، الحد أي التعريف لا بد أن تكون فيه شروط، أن يكون جامعا وأن يكون مانعا وأن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا. ما معنى كون الحد أي التعريف جامع؟ معناه أنه يشمل كل أفراد المعرف، هذا معنى الجمع. أما معنى المنع ألا يدخل غيره فيه، يمنع دخول غير المعرف في التعريف، هذا هو معناه إيه؟ هذا معنى إيه؟ المنع. معنى الجمع أن يشمل التعريف كل أفراد المعرف، ومعنى المنع أن لا يدخل فرد من غيره فيه. فمثلا إذا عرفنا الإنسان وقلنا الإنسان حيوان، هذا تعريفه جامع ولكنه غير مانع لدخول الفرس في التعريف ولدخول الغراب فإنه حيوان كذلك. أما إذا قلنا حيوان ناطق فهذا تعريف جامع مانع. واضح؟ يبقى التعريف اللي هو يشمل أفراد المعرف ويشمل غيرها هذا يكون إيه؟ غير مانع. أما الذي يقتصر على أفراد المعرف ولا تدخل فيه أفراد أخرى فهذا هو إيه؟
التعريف الذي يسمى جامع مانع، فيلزم أن يكون الحد غير جامع. والحاصل أنه من باب قولهم، شرح لك تعريف الحكم بأنه إثبات أمر أو نفيه، يعني إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، ولكنه لجأ إلى الاختصار، فبدلا كان ينبغي أن يقول إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، فيكون هناك طول أو تطويل في الكلام، فأراد الاختصار اعتمادا على ذكاء السامع أو على ذكاء الطالب. وجاء لك بمثال، والحاصل أنه من باب قولهم عندي درهم ونصفه. أنت عندما تقول معي دينار أو معي مثلا، لأنكم تعيشون في مصر، الجنيه، فتقول معي جنيه ونصف. هل ونصفه، هل نصف نفس الجنيه ولا نصف جنيه آخر؟ فعندما تقول عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر. أنت تقول معي دينار ونصف أو دولار ونصف، لا يعقل أن يكون المراد بالنصف هو نفس النصف الذي في الكل، وإنما نصف في درهم أو في دينار آخر. مفهوم؟ واضح ولا لسه؟ مثلا هذا إيه؟ فين؟ هذا إيه؟ جنيه درهم، ما في نصف. وهذا إيه؟ نصف، ها؟ نصف مثلا جنيه آخر، وليس نفس الإيه؟ لأن نصفه فيه هو كل، فلو قلنا ونصفه لكان النصف ذكر مرتين. مفهوم؟ يعني هذا من باب عندي درهم ونصفه. وفيه نظر، إذ جعله من باب عندي درهم ونصفه يقتضي أن الضمير في قوله أو نفيه لا يصح عوده على الأمر الأول بنفسه، وليس كذلك، إذ المراد عوده على الأمر لا بقيد أنه الأول، بل أعم منه، والله أعلم. يعني يريد أن يقول لك فيه نظر، يعني فيه هناك مشكلة. عندما قال أو نفيه أرجعه، هو ذكر إثبات أمر لأمر أو نفيه، يعني نفي الأمر الذي جرى اللي هو الإثبات، نثبته لأمر أو ننفيه، بس لا بد أن يكون عن أمر آخر وليس على نفس الأمر الذي جرى فيه الإثبات، كما قلنا عندي درهم ونصفه. فالمشكلة في عود الضمير. قال هنا لا يصح عوده على الأمر الأول، لأنه في أمر أول اللي هو الإثبات، وفي أمر ثاني الذي جرى عليه أو له الإثبات. فجاءك هنا بحل المشكلة، فقال إنه يرجع على الأمر، لكن لا بقيد أنه الأول، وإنما على الأمر مطلقا. يعني إثبات أمر يعني أي أمر، نفي أمر يعني عن أي أمر، وليس المراد بنفي الإثبات الأول، فقد يكون هنا إثبات وهناك نفي وهكذا. فلأجل هذا قال يصح أن يعود على الأمر، لكن بغير القيد، بغير قيد أنه الأول. واضح هذا؟ فمثلا في حاجة في البلاغة يسمونها استخدام. يعني إيه معنى الاستخدام؟ يكون الكلمة فيها معنيان،
فيذكر تذكر الكلمة بمعنى ثم يعود الضمير عليها بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. أعطيك مثالا، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر، ما المراد بالشهر؟ لا، هل أنت تشهد رمضان أم تشهد الهلال؟ فالذي تستطلعه دار الإفتاء في كل عام هو الهلال. فمن شهد منكم الشهر، يعني شهد بمعنى رأى، رأى الهلال، ثم قال فليصمه، فأرجع الضمير على الشهر لا بمعنى الهلال وإنما بمعنى الأيام، لأن الإنسان لا يصوم الهلال. وكيف يصام الهلال؟ ده لو كان يصام لصمنا ربع ساعة ثم يختفي الايه؟ الهلال. فيقتضي يبقى هنا عندما قال الشهر أصبح الشهر لها ايه؟ معنيان، المعنى الأول الهلال والمعنى الثاني الأيام. فلما أرجع الضمير أرجعه بإيه؟ بالمعنى الثاني. فكذلك هنا الأمر يحتمل أن يكون الأمر الذي جرى فيه الإثبات، وهذا هو المعنى الأول الذي لم يرجع الضمير إليه، وإنما عندما أرجع الضمير يقصد إيه؟ أي أمر، وليس الأمر الذي جرى فيه الإثبات. كما قلت لكم عندي درهم ونصفه، لا يرجع الضمير نصفه على الدرهم الذي عندك وإنما على درهم آخر. هل فهمت أو لا؟ فإن كانت فهمت فلله الحمد، وإن لم تفهم فلله الحمد، لأنك لا بد أن تحمد الله تعالى سواء فهمت أو لم تفهم. وأحيانا يكون عدم الفهم نعمة، أحيانا. نعم، لأنك إذا فهمت يعني حيحصل عندك حزن أو ضيق، فلم تفهم أفضل. يعني مثلا إنسان شتمك وأنت لم تفهم الشتم أو السب، فهذه نعمة لو فهمته. لو فهمته مثلا لضربته أو لقتلته أو لذهبتما إلى السجن مثلا، فعدم الفهم هنا من النعم. يلا تفضل اقرأ يا شيخ محمد. فإن قلت أي داع لتعريف مطلق الحكم أولا ثم تقسيمه وتعريف كل قسم على حدة. يعني لماذا لم يدخل في تعريف الايه الاقسام؟ كان يبدا بتعريف الحكم الايه الشرعي، ثم يعرف العادي، ثم يعرف الايه العقلي. فلماذا عرف مطلق الحكم اولا ثم قسمه وعرف كل قسم؟ فالجواب الداعي إلى ذلك توقف معرفة الأخص على معرفة الأعم، كتوقف معرفة الإنسان على معرفة الحيوان مثلا. يعني الحكم الشرعي ده خاص، نوع خاص، والعادي خاص، والعقل خاص، ومعرفة الأخص متوقفة على معرفة الأعم. فمثلا عندما أعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق لابد أن أعرف الأعم أولا الحيوان، لأن معرفة الخاص متوقفة على معرفة العام. واضح؟ كتوقف معرفة الإنسان على معرفة الحيوان مثلا، فمعرفة حكم خاص عقلي أو عادي موقوف على مطلق الحكم فاعرفه. يعني معناها إيه؟ لا ينبغي أن يدخل في تعريف الشرعي أو العادي أو العقلي إلا بعد تعريف مطلق الحكم. واضح؟ يعني عندما أقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، لا ينبغي أن أدخل في تعريف الاسم إلا بعد أن أعرف الايه
الكلمة. نعم. فإن قلت ذكر أو في الحد منافي للمقصود إذ هي للترتيب وهو ينافي التحديد. يعني أو ذكرها في الحد غير صحيح. يعني ذكر أو دي في الحد هذا ينافي التعريف، حتى قال الشيخ الأخضري في السلم: ولا يجوز في الحدود الذكر أو. يعني أقول لك عرف هذا الشيخ، عرفنا به، اسمك إيه؟ عبد الهادي. فتقول هو عبد الهادي أو عبد الغفار، هل هذا يصلح في التعريف؟ أقول هل هذا الإنسان القادم من بعيد هل هو رجل أو امرأة؟ فتقول هو رجل أو امرأة. لو كان يجوز ذكر أو في التعريف هتبقى الأسئلة أي إجابة تجيبها في الامتحان ستكون صح، فتقول هذا هو الجواب الصحيح أو غيره. لأنه معروف مثلا يعني هذا جن أو إنس، هذا إنسان أو غير إنسان، هذا ليس إيه غير جائز في التعريف ذكر إيه أو. لماذا؟ لأنها للشك. وعندما تخبرني بشيء وأنت تشك فأنا لم أتبين التعريف على اليقين، لأن الشك نوع من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. أنت سرق منك مال وقبضنا على اللص، فنقول لك هل هذا هو السارق؟ فتقول هو أو غيره. فكيف يحكم القاضي؟ هيحكم عليه أو يحكم على غيره؟ ومن هو الغير؟ حتى هنا في تردد، وطالما في تردد لا يجوز الحكم. حتى الأحكام القضائية لابد أن تبنى على اليقين، على الايه التيقن، او على الادله حتى وان كانت غير صحيحه، لكن لابد ان يكون هناك ايه دليل حتى يكون الحكم صحيحا. فلاجل هذا قال لا يجوز ذكر ايه او. لماذا لا يجوز؟ اذ هي للترديد. معنى الترديد يعني المعرف متردد، يعني شاك، أو يقوله على سبيل الاحتمال، وهو ينافي التحديد. يعني التردد أو الترديد أو الشك مناف للتحديد أي للتعريف، لأن التعريف لا ينفع فيه الاحتمال ولا ينفع فيه الشك. يعني إذا قلت لك عرف الربا، فتقول هو كذا أو كذا، الإجابة خطأ. لماذا؟ لأنه لا يجوز في الحدود ذكر إيه أو. طب كيف هنا جعل أو في التعريف؟ قال الحكم إثبات أمر أو، أدخلها في التعريف أو لا، مع أنه غير إيه غير جائز. فبماذا تجيب على ذلك؟ فالجواب إنما يتم إذا لم تكن للتقسيم، بأن يكون في المعنى مثلا المحدود كذا أو كذا ترديدا أو شكا. وإذا كان المقصود منها تبيين نوعه أو أنواعه مع الجزم بأن كل منهما يسقط عليه المحدود فلا يمتنع. يعني هنا افهم، يعني عدم ذكر أو في التعريف هذا صحيح، لكن بشرط أن تكون للشك. أما إذا كانت أو للتقسيم هنا يجوز. يبقى إذن ليس كل أو
معناها شك. يعني إذا سمعت أحدا يقول أو، فليس معنى هذا أنه يشك، لأن هناك أو أخرى للتقسيم وليست للشك. المثال: أو للشك عندما أقول هذا كذا أو كذا، أنا أحتمل أو أتردد، هذا خطأ أو صواب، هذا إيه؟ تردد. إنما أو تستعمل أيضا للتقسيم. المثال: الكلمة أقسامها اسم أو فعل أو حرف. هل هنا أو للشك؟ وإنما أو للذكر أقسام الكلمة، فهنا يجوز ذكر أو. يبقى إذن معنى قول الشيخ الأخضري: ولا يجوز في الحدود ذكر أو إذا كانت للشك. يعني مثلا تعالى في قوله تعالى، يبقى عندنا في أو إيه؟ ها، للشك عرفناها، وفي أو للتقسيم، وفي أو للتخيير. أقول لك خذ هذا الكتاب أو خذ هذا، أو هنا إيه؟ هنا تخيير. أو للتخيير زي إيه؟ على مذهب من المذاهب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أو هل هنا أو للشك؟ هنا للتخيير، يعني افعل هذا اطعم أو الكساء أو الصيام. يبقى هل كل أو إذا سمعت أو هل معناها شك؟ لا، وإنما معناها إيه؟ يبقى إذن أو التي لا تجوز هي التي للشك. فإذا قلت المحدود، المحدود يعني المعرف، كذا أو كذا ترديدا، يعني التردد، أو شكا، يعني كلمة أو شكا كأنها تفسر لنا كلمة ترديدا، يعني لأن الشك معناه إيه؟ معناه التردد. وإذا كان المقصود منها إذا كان المقصود منها يعني من إيه؟ من أو، تبين نوعه، يعني هنا نوع أو أنواع يعني أقسام، أو هنا للتقسيم، أو ممكن تقول أو للتنويع، لأن ذكر الأنواع مثل ذكر الإيه؟ الأقسام، مع الجزم بأن كل منهما، يعني منهما يعني من إيه؟ من كل نوع أو من كل قسم يصدق عليه المحدود، فلا يمتنع. ما معنى فلا يمتنع؟ يعني فلا يمتنع الذكر أو في الحد. يلا يا شيخ مروان. فإن قلت الإثبات لفظ مشترك، إذ يقال أثبته إذا حبث، والمشترك لا يكون في الحد. يعني هنا بعد ما أصبحنا يعني بعد أن حلت مشكلة أو واسترحنا، ظهرت مشكلة أخرى. ما هي المشكلة الأخرى؟ جاءت في كلمة إثبات، الحكم إيه؟ إثبات. كلمة إثبات هذا في اللغة العربية يقولون لفظ مشترك. ما معنى مشترك؟ يعني المشترك في اللغة العربية لفظ واحد ولكن المعنى متعدد. يبقى المشترك معناه اللفظ الواحد إذا كان له أكثر من إيه؟ من معنى. مثل إيه؟ مثل عين. عندما أقول عين، هل هذه العين التي نقرأ بها، ولا عين عينا يشرب بها؟ في عين تقرأ بها وفي عين تشرب بها. عينا يشرب بها إيه؟
عباد الله، وفي عين جاسوس، يعني عين عليكم، يعني أراقبكم ويكتب فيكم التقارير للأمن وغير ذلك، هذا عين. وفي عين يعني النقد، الذهب أو الفضة. فكلمة عين لفظ واحد ولها معاني متعددة، يعني لا نقول كثيرة إنما نقول متعددة، يعني أكثر من معنى. فهذا يسمونه المشترك. والمشترك على قسمين، هناك مشترك لفظي وهناك مشترك معنوي. ما الفرق بينهما؟ ليس كل مشترك مشترك وخلاص، لا، في مشترك لفظي، في مشترك معنوي. فالمشترك اللفظي لفظ واحد وله معاني، أو له أكثر من معنى، أو له معنى متعدد، معاني كما ذكرت لكم. إذن المشترك اللفظي معناه أن يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا، هذا يسمى مشترك. أما المشترك المعنوي أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، ولكن الاختلاف أو التعدد في الأفراد وليس في المعنى. مثاله، نجبنا أو ذكرنا مثال للمشترك اللفظي، هل عرفتموه؟ هو عين. نريد مثالا للمشترك المعنوي، ما هو؟ إنسان أو بشر. فإنسان لفظ واحد ومعناه واحد في كل إنسان، وعندما نقول في كل إنسان إذن الأفراد كثيرون، فآدم إنسان ونوح إنسان وأنت إنسان وأنا إنسان وهكذا إلى أن تقوم الساعة. يقال في كل إنسان لفظ واحد ومعنى واحد، ولكن الاختلاف في في الأفراد. هذا هو الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك. وأذكر لكم أمر اختلفوا فيه، أمر وقع فيه الاختلاف، أو مسألة في المشترك وقع فيها الاختلاف بين الجمهور وبين العلامة إمام اللغة العربية الشيخ ابن هشام. ابن هشام ده النحوي المشهور، خالف الجمهور في في الصلاة، في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون. فالله تعالى يصلي والملائكة تصلي والناس يصلون، إذن فاللفظ واحد، ولكن المعنى عند الجمهور متعدد، فيكون عند الجمهور لفظ الصلاة على النبي مشترك لفظي ولا معنوي؟ لفظي، لأن اللفظ واحد، نقول في حق الله يصلي، في حق الملائكة يصلون، لفظ واحد، إن الله وملائكته يصلون، يا أيها الذين آمنوا صلوا، ولم يقل مثلا يا أيها الذين آمنوا ادعوا أو استغفروا، بل كان اللفظ واحدا، ولكن الاختلاف في يعني صلاة الله معناها غير صلاة الملائكة، غير صلاة بني آدم. إذن فهذا عند الجمهور مشترك. أما ابن هشام قال لا، هذا مشترك معنوي، يعني قال إن الصلاة من الله لفظ واحد ومعنى واحد، وكذلك في الملائكة وكذلك في البشر. فقال اللفظ واحد وهو يصلي، والمعنى واحد وهو العطف. عندك في اللغة العربية في التوابع الأربعة، النعت والتوكيد وعطف البيان أو البدل وعطف والعطف،
فالعطف عندما تقول جاء محمد وعلي، يقول لك الواو حرف عطف. ما معنى حرف عطف؟ يعني عطفت ميم علي على محمد. فالعطف معناه ايه؟ شيء يتبع شيء. يعني جاء محمد وعلي جاء بعده تابع. فكان العرب يقولون في السبق عندما كانوا نوع عندهم من عادات العرب الجري والمسابقة بالخيل، فكان الفرس الذي يأتي أولا يقال له السابق، والذي يأتي ثانيا يعني ينعطف عليه يقال له المصلي. ولذلك سمي الإنسان يصلي لأنه ينحني وينثني وينعطف على معبوده، فكأنه في معطوف عليه وفي معطوف، فالمعطوف هو العبد والمعطوف عليه هو الرب. الصلاة عطف بين عابد ومعبود. فابن هشام قال المعنى واحد واللفظ واحد، ولكن فسر العطف بالنسبة لله غير العطف بالنسبة للملائكة، غير العطف بالنسبة لمين؟ لبني آدم. فهذا مثال على ما اختلفوا فيه، لكن هناك مشترك لفظي وهناك مشترك. إذن فإذا وقع الاشتراك في الذكر أو في التعريف لا يجوز. لماذا؟ لأنه يحتمل أكثر من معنى، والإنسان الذي يطلب التعريف يقول أي المعاني هو المراد، فيقع في حيرة ويقع في لبس. فلا يجوز التعريف بإيه؟ بالمشترك. تعال نتكلم فيما نحن بصدده اللي هو لفظ إيه؟ الإثبات. لفظ مشترك. إيه معنى مشترك؟ ما معنى مشترك؟ يعني معناه إيه؟ له أكثر من معنى، هو لفظ واحد ولكن له معنى متعدد. كيف هذا؟ إذ يقال أثبته إذا حبسه، ويقال أثبته إذا نفى عنه النفي. يعني يقولوا نفي النفي إثبات. فهل معنى إثبات يعني حبس، ولا معنى إثبات نفي نفي؟ فهنا أصبح كلمة إثبات إيه؟ مشترك. يعني اشتركت بين إيه؟ بين أكثر من معنى. والمشترك لا يدخل في الحد، يعني لا يجوز دخوله في التعريف. سبحان الله، هو قال إيه؟ قال الإثبات يأتي به بأكثر من معنى، حتى لو كان معنيين، المهم يكون إيه؟ أكثر من. ولذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى، عشان أقول لك أن الإثبات مشترك، قال تعالى وإذ يمكر، اقرأ الآية، وإذ يمكر بك، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ما معنى يثبتوك؟ هل هو كان منفي وهم أثبتوه؟ يعني كان منفيا، يبقى معنى يثبتوك يعني يحبسوك، يعني يسجنوك، يدخلوك سجن. شوف كلمة إيه؟ إثبات. فإذا عندما يقول الحكم إثبات، هل يعني الحكم حبس ولا الحكم إثبات بمعنى نفي النفي؟ فصارت إيه؟ كلمة إثبات مشترك، ولا يجوز إيه؟ دخول المشترك في الحد. فالجواب الإثبات في الاصطلاح لا يطلق إلا في النسب كالإيجاب والسلب. يعني الجواب هذا سهل وبكلمة واحدة. فدائما تعرف الطالب المجتهد المتميز الذي يحصل على أعلى النسب في النجاح هو الطالب الذي لا يكتب كثيرا في الورقة،
إنما يجيب بكلمة واحدة، هذا هو العقل. إنما الذي يكثر من كثر كلامه أو من كثرت كتابته كثر خطأه، فيحصي عليك الأخطاء لأنك تكتب كثيرا. أما إذا كتبت كلمة واحدة فليس عندك خطأ. فالجواب ما هو؟ الإثبات في الاصطلاح لا يقال إلا في النسب، يعني هذا اصطلاح، يعني معناها ده هذا تعريف الحكم، بيقول لك إما لغة أو إيه. عندما يكون مصطلح يعني أمر اصطلاحي، فإذا ذكرت كلمة إثبات في الاصطلاح فإنها لا تطلق إلا في النسب. إيه معنى النسب؟ ألم نذكر لكم زيد قائم؟ ما معنى زيد؟ يعني نسبة القيام لزيد. أو نقول زيد ليس بقائم، معناه نفي نسبة القيام، أو معنى النسب، يعني في شيء ننسبه إلى شيء. يبقى إذن الإثبات في الاصطلاح لا يستعمل إلا في النسب. ما المراد بالنسب؟ يعني النسبة الإيجابية والنسبة السلبية، واضح؟ ولذلك شرح لك كلمة النسب بقوله كالإيجاب وإيه والسلب. فيكون الإثبات، سؤال، هل الإثبات مشترك ولا غير مشترك؟ أجيبه، مشترك بس في غير الاصطلاح، يعني مشترك في اللغة في المعنى اللغوي، ولكن ليس بمشترك في المعنى الاصطلاحي. إذن فيكون الشيخ عندما ذكر كلمة إثبات في التعريف لم يكن مخطئا ولم يكن لا يدري أنه مشترك، لأنه يقول ذلك في النسب يعني في الاصطلاح، ولا يقوله في الناحية اللغوية. واضح؟ يلا يا شيخ. فالجواب الإثبات في الاصطلاح لا يطلق إلا في النسب كالإيجاب والسلب. يعني النسب يعني نسبة القيام، هذه نسبة إيجابية زيد قائم، أو نسبة سلبية زيد ليس قائما. يبقى إذن في الاصطلاح لا يكون لفظ الإثبات مشتركا. فين؟ في الاصطلاح. أما في اللغة يكون إيه؟ مشتركا. سلمنا جدلا ونقول، إيه معنى سلمنا جدلا؟ ما معنى سلمنا جدلا؟ يعني أقول هذا، يعني أسلم لك بما قلت، ولكن ليس تسليما عن قناعة، وإنما على سبيل الجدل على الفرض، لأنه ما زال النقاش قائما. يعني كأنه أقول سلمت لك افتراضا أو اعتبارا، لكن لم أسلم لك عن عن رضا. يلا. سلمنا جدلا ونقول إنما يتبع الغلو في الحد إذا لم تكن قرينا. إيه معنى سلمنا جدلا؟ يعني سلمنا جدلا بأن لفظ الإثبات مشترك. أنتم تصرون على أنه مشترك، حتى إحنا قلنا إذا استعمل في الاصطلاح لا يكون مشترك. إذا كنتم تصرون على أنه مشترك سواء في اللغة أو حتى في الاصطلاح فلنسلم لكم. ونقول يعني في الرد إنما يمتنع دخوله في الحد إذا لم تكن قرينة. يعني زي مثلا التعريف بالمجاز، هل يعرف بالمجاز؟ لازم يكون فيه قرينة تبين أن المراد ليس هو المعنى الحقيقي. في قرينة، عندما أقول مثلا دخلت المسجد فرأيت أسدا
يتكلم. أي كلمة يتكلم قرينة على أنه ليس المراد به الأسد الحيوان المعروف، وإنما المراد به الرجل الشجاع أو العالم الجريء. ما هي القرينة؟ كلمة يتكلم، لأن الأسد المفترس لا يتكلم، ولو تكلم لكان هذا من خوارق العادة، معجزة الأنبياء. يكلمهم الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أمر في مكة على حجر فلا أمر عليه إلا قال السلام عليك يا رسول الله. فهذا من معجزاته، شيء خارق للعادة. إنما في العادة هل يتكلم الأسد؟ لا. يلا. سلمنا جدلا ونقول إنما يمتنع الغلو في الحد إذا لم تكن قرينة، والقرينة مقابلته بالنفي. يعني حيقول لك أنت جوزت ذكر المشترك في الحد، وقلت لنا يمتنع دخوله في الحد إذا لم تكن هناك قرينة. فأنا أسألك أين القرينة؟ فتقول القرينة هي مقابلته بالنفي، يعني جاء الإثبات في مقابلة النفي، فعلمنا أن الإثبات يعني نفي النفي، لأنه جاء في مقابلة النفي. ولم نفهم أن الإثبات معناه الحبس، لأنه ذكر في مقابلة لأن قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ليه؟ ليثبتوك. لم يأتي الإثبات في مقابلة النفي، قال ليثبتوك أو يقتلوك، ولم يقل ليثبتوك أو ينفوك. فهنا ذكر الإثبات في مقابلة النفي، هذه هي القرينة التي تجعله يجوز أنه ذكر في مقابلة النفي. كالسلب يقابل الإيجاب، يعني أقول هذا سلب أو إيجاب، لا أقول لك هذا سلب أو علم، لابد أن يكون السلب في مقابلة الإيجاب، والنفي في مقابلة الإثبات، والعلم في مقابلة الجهل. لا أقول لك هذا جهل أو ظلم، جهل أو أو علم. واضح؟ فالقرينة هي المقابلة، يعني مقابلة الإثبات بالنفي. فإن قلت الحد المصنف للحكم بسيط أو مركب. يعني سؤال هنا مهم، هذا التعريف اللي هو إثبات أمر أو نفيه، واضح؟ فما هو تعريف الحكم مطلقا؟ إثبات أمر أو نفيه فقط. لو قلت لك عرف الحكم فتقول الحكم إثبات أمر أو، كذا تنجح 100%. فالسؤال هنا، هذا التعريف كانوا قديما في حاجة في الامتحان يسموا امتحان التعيين، يعني يعين لك قطعة كذا سطرين كذا، ويسألك في البلاغة وفي أصول الفقه وفي التفسير وفي الصرف وفي النحو وفي العقل، كله في سطرين اثنين، يجمع لك العلوم كلها ولو في سطرين، فيقول لك اقرأ. يعني التعيين امتحانه لا يسألك، وإنما يقول اقرأ، فعندما تقرأ يوقفك 4 أو 5، هذا في الفقه، وهذا يوقفك في النحو، وهذا في الصرف، وهذا في هذه الحالة اجتمعوا عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك. فهنا تكون على استعداد للإجابة على أي اعتراض، وكل واحد يسألك في فيما نبغ أو فيما تمكن فيه. يعني مثلا لو أنه أول ما تقول إثبات يجي بتاع المنطق يقول لك هذا حد، والإثبات لفظ مشترك، فكيف يدخل في التعريف؟ لابد أن
تجيب بسرعة فتقول إيه ها في الجواب تقول هذا تعريف اصطلاحي وليس لغوي فيقول لك أو ماذا فتقول أو هناك قرينة يبقى هنا إيه أجبت ويحبون الإجابة السريعة ثم يسألك مثلا في الإعراب فأنت مثلا تجيب لنفسك الأسئلة أحيانا يكون السؤال المكتوب ليس فيه سؤال أنت عندما تجيب تقول مثلا الإثبات وهكذا وتقول وهلم جر قف ما معنى هلم وما معنى جر وما إعرابها أنت لماذا قلت هذا كان تقول إلى آخره بدل ما يقول هلم جر يبقى هلم معناها ايه معنى هلم اسم فعل امر بمعنى اقبل خلاص هلم هلم الينا يعني ايه تعال اقبل اسم فعل امر بمعنى ايه اقبل خلاص طب وجرا اعرابها ايه قالوا ده مفعول لفعل محذوف يعني يجر جرا اقرأ فإن قلت الحد المصنف للحكم بسيط أو مركب يعني السؤال هنا هل هذا الحد يعني هذا التعريف بسيط أو مركب إيه معنى بسيط وما معنى مركب ها إيه معنى البسيط يا شيخ محمد ها قال لي غير مركب سألته ما معنى المركب قال غير بسيط هذا يسمونه إيه الدور وهو غير جائز في الإيه في التعريف أيضا أقول لك ما معنى البسيط فتقول غير مركب أقول ما معنى المركب فتقول بسيط أقول لك ما معنى الماء فتقول الذي نشربه فأقول لك ما الذي نشربه فتقول الماء هذا يسمى إيه دور ولكن إيه في ساعة الشدة أو عندما يعني يشتد عليك المسألة أو يلتبس عليك الفهم فتلجأ إلى هذا إلى هذه الطريقة اللي هي طريقة الدور يبقى معنى بسيط يعني ذكر فيه مفرد أما مركب يعني فيه جملة في شيئين يعني إذا ذكر شيء واحد ها يبقى هذا بسيط أما إذا ذكر شيئان فهذا إيه مركب يعني البسيط والمركب زي المفرد والجمع ولذلك قسم العلماء قسموا الجهل إلى قسمين جهل بسيط وجهل مركب ما هو الجهل البسيط عدم المعرفة ما هذا معروف هو قلم لكن أنا لا أعلم هو بلاش ما هذا إنه أظن لا أظن أن أحدا لا يعرف القلم بعدين شيء مثلا مثل هذا أنا نفسي لا أعرفه ما يعني في أحوال كثيرة في تسجيل كذا ممكن يكون تليفون ممكن يكون لغم يتفجر ممكن يكون ساعة فلا أعرفه فإذا قلت لك لا أعرفه عدم المعرفة فهذا جهل بسيط لا يعرف أما إذا عرفه بشيء غير يعني قال لك هذا ساعة فهذا جهل مركب ليه لأنه فيه جهلان جهله بالشيء وجهله بجهله فتركب من جهلين
يبقى الجهل ايه؟ بسيط ومركب. فالجهل البسيط هو عدم معرفتك بالشيء، والجهل المركب أن تعرف الشيء بخلاف الواقع، وسمي مركبا لأنه تركب من جهلين، جهلك به، والجهل الثاني جهلك بجهلك، يعني جهلك بأنك جاهل. أما البسيط لم يجهل أنه جاهل، بدليل قال لك لا أعرف، لا أعرف يعني أجهل، إنما الثاني ظن أنه يعرف وهو لا يعرف، ثم جهل الشيء، اجتمع فيه إيه؟ جهلان. وليس المركب معناه كما يظن الناس أنه تركب من جهلين، ممكن يكون تركب من 10، المهم التركيب ده يعني على الأقل 2، فإذا كان مركبا من 3 فماذا يكون؟ مركب. إذا ركب من 4 مركب، وهكذا، فممكن يركب من 100 جهل. فباب التركيب مفتوح، إنما البسيط 1. فالسؤال هنا عرف، قال إثبات أمر أو نفيه، فهل هذا بسيط ولا مركب؟ طيب كيف يكون مركبا؟ يعني هو قال إثبات، الحكم إثبات أو الحكم نفي. فهنا لما عرف الحكم بأنه إثبات أو أنه نفي، فهي عرفه بكلمة واحدة، ليه إيه؟ إثبات أو نفي يعني كلمة واحدة، فيكون التعريف هنا بسيطا ليس فيه تركيب. طيب متى يكون مركبا؟ إذا قال لك إثبات أمر أو نفيه مع تصور معناه، يبقى هنا تركب من إيه؟ من الإثبات ومن فهم المعنى، فهذا هو إيه؟ التركيب. طبعا أي واحد يسأل يقول لا، ده إذا كان كده، إذا كان الأمر كذلك، يبقى التعريف الذي ذكره الشيخ ده مركب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أثبت شيء أو أنفيه إلا إذا فهمت معناه، ولذلك يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره، يعني في تصور وفي حكم، يبقى هنا في تركيب أو لا. فلماذا اختار الشيخ أنه بسيط مع أن الحكم فيه إيه؟ فيه شيئان، في إثبات أو نفي مع تصور، لأنك لو أنك لا تتصور الشيء لا تحكم عليه، لا يمكن أن يكون حكم مع عدم التصور. وضحت؟ فكان الأولى أن يجعله إيه؟ ها؟ يجعله مركبا وليس. فلماذا قال الجواب هو بسيط لا مركب، مع أنه لابد إيه؟ ها؟ لابد من تصور المعنى. فقال لك ولو كان لابد من تصور المعنى فهذا لا يؤثر. ليه؟ لأن التصور شرط وليس شطر، يعني التصور ده شرط للحب وليس داخل وليس جزءا منه، فلو كان جزءا منه لكان مركبا، وإنما هو شرط، والشرط خارج عن الماهية. يعني مثلا هل نقول أن الوضوء من الصلاة مع أنه شرط فيها؟ فلو كان الوضوء مثلا مثل الركوع لكانت الصلاة مركبة من الركوع والسجود والوضوء، ومع ذلك لا يمكن الصلاة من غير وضوء، لكن الوضوء خارج عنها، فكذلك التصور خارج عن الحكم، وإنما هو شرط فيه، والشرط خارج عن الماهية بخلاف الشطر. الشطر يعني الجزء، يعني كلمة شرط شين راء طاء، وشطر شين طاء راء، يعني بس تقديم حرف وتأخير حرف. فإذا قلنا شرط فهو خارج، وإذا قلنا شطر فهو داخل. ف
فهل هو داخل أم خارج؟ خارج. ولهذا كان إيه؟ ها؟ لم يكن جزءا من التعريف، فكان تعريف الحكم إيه؟ ها؟ كان تعريف الحكم ها؟ بسيطا. هل فهمتم؟ اقرأ. فالجواب هو بسيط لا مركب، لأنه لو كان مركبا لقال إثبات أمر أو نفيه مع تصور معناه، وإنما لم يركبه لأن التصور يعني كأنه حيقول لك طب ما هو التصور موجود، بل هو موجود لكنه ليس جزء. فإن قلت لماذا قال إثبات أمر ولم يقل إثبات معنى؟ طب عندما نقول أثبتنا القيام لزيد، القيام معنى أو ليس معنى؟ معنى. طب لماذا لم يقل إثبات معنى وقال إثبات أمر؟ فالجواب لأن الأمر أعم. إيه معنى أعم؟ أصل لو قال إثبات معنى لخرج الأمر النفسي أو الأمر السلبي، لأن المعنى لا يكون إلا وجودي، زي القيام أو زي العلم. أفرض أنا قلت زيد ليس بقائم، مش هذا حكم؟ ولكنه ليس معنى وإنما هو سلب. إذا لو قال إثبات معنى لاقتصر على الوجود، فالحكم يكون إثبات ويكون سلب ويكون حال، يعني يشمل النفسي. إيه معنى إيه النفس؟ يعني تعرف تشرحها يا شيخ محمد؟ النفسي. وأنا بسألك أنت بالذات، لأنك إذا لم تعرف يبقى من باب أولى. لا يعني أقول لك يشمل النفس، يعني كأنني أثبت للشيء نفسه، مش أثبت له شيء آخر. فأقول مثلا أثبت أن الشيء شيء وأن الموجود موجود، وبهذا اسم النفس، لأنك لم تثبت له شيء زائد، كإثباتك أن الجوهر جوهر وأن الشيء شيء وأن العرض عرض، هذا كله سمى نفسي، لأن النفس معناه يعني نفس الإيه؟ نفس الشيء. أقول الشيء شيء والجوهر جوهر والموجود موجود، هل هنا أثبت زائد؟ ولذلك سموا الوجود سموه صفة نفسية. لماذا قالوا الوجود صفة نفسية؟ لأن الوصف بها يدل على نفس الذات. أما إذا وصفنا بالعلم، هل هو نفس الذات؟ لا، هذا هو المعنى. فلو قال إثبات معنى لدخلت بالنسبة لله صفات المعاني فقط، أما إذا أثبتنا غيرها فلا يكون فلا يكون حكما غيرها، يعني الصفات السلبية، المعاني المعنوية النفسية، لأن الصفات على كم قسم؟ أربعة: نفسية، سلبية، معاني، معنوية. إيه الوجودي فيها؟ الوجودي اللي هو صفات المعاني لها وجود، إنما غير ذلك فليس لها وجود. فلهذا شوف كلام العلماء في غاية الدقة، قال إثبات أمر، كلمة أمر أعم، يعني يدخل فيه النفسي ويدخل السلبي ويدخل الوجود اللي هو المعنى. أما لو قال إثبات معنى لخرج النفسي وخرج السلبي. فإن قلت لما قدم الإثبات على النفي، فالجواب لإشارة الإثبات على النفي. شوف كم سؤال إن 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 هذا يبين لك عقلية الأزهري، يجيب الاحتمالات كلها ويأتي على جميع الاعتراضات فيقتلعها من جذورها. أما غير الأزهري فهو إنسان سطحي، يعني كذا كأنه يمر على الماء دون أن تبتل قدمه، يعني يمر على العلم ولا يفهمه ولا يتعمق فيه.
أما هنا يقف مع كل كلمة، يعني هو قال إيه؟ الحكم إثبات أمر أو نفيه، يعني قدم إيه؟ قدم الإثبات وأخر إيه؟ لماذا لم يقل أو لماذا لا يجوز أن نقول الحكم نفي أمر أو إثباته؟ قال لك والله هو المعنى صحيح، يعني هو نفي أو دا هذا أو هذا، لكن لماذا لم يقدمه؟ قال لأنه حتى عندنا قاعدة يقول لك إيه؟ المثبت مقدم على النافي. ولذلك لما يجي ينفي يقول لك فين الدليل، أما الإثبات هو الأصل. يبقى إذن قدم الإثبات على النفي لشرفه، يعني معنى كده النفي ما فيهوش شرف. الشرف فين؟ أين الشرف؟ في الإثبات. طب والنفي؟ قال النفي عدم، فكيف نثبت له شرف؟ هو مش مفيش. فلهذا كان ليه الإثبات أشرف، يعني فيه إيه؟ يعني قدم الإثبات لشرفه، وهذا نوع من أنواع التقدم أو من أنواع التقديم الخمسة. يعني هنا بيقول لك فإن قلت لما قدم الإثبات على إيه؟ على النفي، فالجواب لشرف الإثبات على النفي. هل فهمتم؟ لا. يعني هذا نوع من الأنواع اللي هي فيها التي إيه يقدم فيها شيء على شيء. فإن قلت لماذا قدم الإثبات على النفي، الجواب طيب عندما أذكر مثلا الجنس والنوع أقدم الجنس أم أقدم النوع؟ لماذا قدمت الجنس؟ لا أقول لشرفه، وإنما هذا لأنه يسمى إذا تقديم الجنس على النوع، ده اسمه إيه؟ نوع آخر. ما هي أنواع التقدم؟ خمسة مجموعة في هذا البيت. وخمسة أنواع التقدم يا فتى أقر بها بيت من الشعر واعترف: تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم بالشرف. كم دول؟ أول واحد إيه؟ طبعي. الثاني تقدم طبع والزمان يعني تقدم زمني، وعلة يعني تقدم علة، والرابع تقدم رتبة، والخامس هو تقدم بالشرف. كم نوع أنواع التقدم؟ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الشرف. نريد الأمثلة. قلنا أول واحد إيه؟ طبعي، زي تقدم الجنس على النوع، هذا طبعي. كيف نذكر النوع قبل الجنس؟ يعني مثلا أقول لك معدن، دائه الجنس، ثم أقول المعادن، المعدن ينقسم إلى حديد، ذهب، نحاس، هذه أنواع، فلا يمكن تقديمها على الإيه؟ على الجنس. واضح؟ يبقى إذا قدمت الجنس على النوع هذا يسمى إيه؟ طبيعي. وحنأتي بمثال آخر، مثلا لما نأتي في العدد نبدأ به واحد بعدين اثنين، لماذا قدم الواحد على الاثنين؟ يعني هل نبدأ نقول اثنين وبعدين نقول واحد؟ هل هذا ينبغي؟ أما لماذا في المسابقات يبدأ بالعاشر ينزل؟ ها ليه؟ لأنه ده اسمه إيه ده؟ في
نوعين، في حاجة فيه الترتيب يسمى تصاعدي، وفي حاجة اسمها تنازلي. ايه معنى تنازل؟ يعني يبدأ فوق وينزل. اما تصاعد يبدأ الاول ويصعد. فهم؟ يا اما تبدأ تنازلي، ولذلك يبدأ بالعاشر وهكذا حتى يشوق الناس الى الاول. لكن لو ذكر الاول خلاص النفوس لا تتطلع الى ما بعده، هيقول لك العاشر، كله عايز يعرف من الاول. انما هل احد في الجالسين في المسابقه يريد ان يعرف من العاشر؟ خلاص اذا ذهب عنك الاوليه فلا يعني تعب او فلا تشرف بما بعده، ما دام لانه غيرك قدم. اما الاول لم يتقدم عليه غيره، فاذا طلعت الثاني ما تفرحش لانه الاول مقدم عليك. طب والثالث؟ ده اثنان تقدم، والرابع يبقى لا، الواحد يدفن نفسه حي يعني تصل الى الرابع او الخامس. لا، لازم يكون السابقون. سابقوا، ها، استبقوا الخيرات، سارعوا. فلا ترضى بالترتيب الا بالايه؟ بالاول. وهذه كانت عقيده سيدنا عمر. كان يقول لو نادى منادي يوم القيامه كل الناس يدخلون النار إلا واحدا لظننت أن يكون عمر، ولو العكس لخشيت أن يكون عمر. واضح؟ ده احنا قلنا كم نوع في أنواع التقدم؟ خمسة. أول حاجة زي تقدم الواحد على الاثنين، وتقدم الجنس على النوع الثاني زمان، زي تقدم الأب على الابن. لازم يكون الأب متقدم، لا يكون معك في زمن واحد. ولو كان معا في زمن واحد يبقى كلاهما أب، أو كلاهما فأب يعني متقدم على والابن متقدم على ابن، وهكذا. هذا يسمى زمني. طيب النوع العلة، يعني ايه العلة؟ يعني مثلا شوف، حركت الاصبع فتحرك الخاتم، فالمقدم في الذهن العلة على المعلول، لكن في الزمن واحد. يعني عندما تحرك الاصبع تحرك معه الخاتم. فما هو الذي يأتي في التعقل أولا، حركة الخاتم ولا حركة الأصبع؟ لأن الخاتم لم يتحرك إلا بحركة فحركة الأصبع هي العلة، وحركة الخاتم معلولة. افهم الفرق بين العلة والمعلول. يعني مثلا أنت دخلت إلى هذه القاعة، فشوف رأيت الكوب هنا هذا، وليس أحد في القاعة خالص، هذا الكوب أمام. ثم خرجت وليس هناك أحد، فرأيت الكوب صار هنا. طيب أفرض مثلا دخلت القاعة فوجدتني جالس هنا، ثم خرجت وليس معي أحد، ورجعت فرأيتني جالس هنا. السؤال يدور في ذهنك عند انتقال الكوب ولا عند انتقال الأستاذ؟ ها؟ عند انتقال الكوب. لا يدور في ذهنك، يعني مثلا تقول من الذي نقل الكوب من هنا إلى هنا، لكن لا تقول من الذي نقل الأستاذ، لأنك تعلم أنه ينتقل بنفسه. يعني هو قام غير المجلس وقام جلس في مكان آخر، بخلاف الكوب لأنه لا ينتقل بنفسه. فيبقى العلة والمعلول في تلازم، لكن التقدم في تلازم في الزمن، لكن التقدم في الذهن. فلا تعقل حركة الخاتم من غير الأصبع. فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. واضح؟ هذا اسمه بعد كده بقى النوع الرابع اسمه التقدم الرتبي. والتقدم الرتبي في أربعة أنواع، في واحد هو أصعبهم. أما التقدم بالشرف هذا ذكر،
كيف الرتبي؟ الرتبي على ايه؟ على نوعين، حسي وعقلي. حسي وعقلي، وكلاهما اما طبعي او ايه او وضعي. يعني قلنا التقدم في الرتبة، في تقدم رتبي حسي وفي تقدم رتبي عقلي. التقدم الرتبي الحسي كتقدم الرقبة أو الرأس على الجسد. شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل إيه تقدم الرأس على الجسم، هذا حسي إيه وضعي، حسي وضعي. أنه الله تعالى وضع كده الإشارة في الرأس والوجه، جعلها في الإيه في المقدمة، قدمها على الجسم في الظهور، فأول ما يظهر منك وجه وذلك تكون به المواجهة. فتقديم الوجه أو الرأس على سائر الجسم هذا يسمى حسي وضعي. طيب في حسي طبعي، حسي طبعي يعني كده بما هو إيه بطبيعته، يعني طبيعة الأمر هكذا، بس ممكن لا يحضرني المثال مثلا. في بعد كده إيه تقدم عقلي، العقل فيه إيه؟ في وضعي وفيه طبعي. الطبعي زي إيه؟ زي ما قلنا تقديم الجنس على الإيه؟ على النوع. طب والوضعي كتقديم أبواب الكتاب أو الموضوعات بعضها على بعض. يعني مثلا قدم مقدمة الأحكام على مقدمة كذا، فهذا يسمى إيه؟ عقلي وضعي، ترتيب الإيه؟ الكتاب. إذن في إيه؟ في الرتبة حسي وإيه؟ وعقلي، وكلاهما إما إيه؟ وضعي أو طبعي، يعني هنا طبعي ووضعي، خلاص؟ تقدم الإمام على المأموم ده إيه ده؟ حسي، بس ده ايه وضعي، يعني الحسي وضعي انه انت ترى ووضع هكذا. ها واعلم ان الاثبات ينقسم الى اربعه: اثبات امر وجودي لامر وجودي كاثبات يعني عندما قال الحكم اثبات مش كده او نفي. الاثبات اربعه، كيف يكون الإثبات أربعة؟ إثبات، مش قال إثبات أمر لأمر؟ فممكن يكون الأمر الذي تثبته لأمر أمر وجودي وتثبته لأمر وجودي كإثبات العلم لله، يعني العلم وجودي والله تعالى موجود، وهذا إثبات إيه؟ ها؟ وجودي ليه؟ إثبات أمر عدمي لأمر عدمي، فنقول الشريك مستحيل، الاستحالة عدمية والشريك عدمي، فأثبتنا عدمي ليه؟ لعدمي، واضح كده؟ وبعدين إثبات أمر عدمي لأمر وجودي، إثبات الحدوث للعالم، فالحدوث ليس شيء موجود، في حاجة موجودة اسمها الحدوث، وإنما هو شيء عدمي. معناه إيه الحدوث؟ معناه عدم القدم. يبقى أثبتنا أمر عدمي لأمر إيه؟ وجودي. الرابع هو إيه؟ ما هو الرابع؟ إثبات وجودي لعدم، هذا باطل لا يمكن، لأن المعدوم لا يثبت له شيء وجودي، وإلا لكان المعدوم موجودا، فالعدمي لا يتصف إلا بالعدمي. يعني نقول الشريك معدوم أو الشريك مستحيل، لكن لا نقول الشريك موجود. يبقى إذن القسم الرابع باطل، لأن العدم لا يوصف إيه؟ إذن فصفة المعدوم لا تكون إلا معدومة. فكم كم كم قسمة هنا؟ أربعة، يسقط منها واحد فتصبح الثلاثة صحيحة والرابع باطل. يعني لو قلت لك الإثبات ينقسم إلى ثلاثة يبقى هذا إجابة صحيحة، أن الرابع ده باطل، وتقول إلى أربعة والرابع باطل،
يبقى كده صحيح، لأنه لا الرابع لا يكون. والنفي كام؟ نفي الإثبات أربعة والنفي أربعة. ده نفي أمر وجودي عن أمر وجودي، كنفي الجهل عنه تعالى، يعني عكس الذي تقدم، نفي أمر عدمي عن أمر عدمي كنفي القدم عن الشريك، نفي أمر وجودي عن أمر عدمي كنفي العلم عن الشريك، نفي أمر عدمي عن أمر وجودي كنفي الحدوث عنه. يبقى الأربعة اللي في النفي كلها صحيحة، أما اللي في الإثبات ثلاثة فقط. تنبيه، نقرأ التنبيه. الاصطلاح عندهم على من أدرك أمرا من الأمور وتصور معناه فقط ولم يحكم بثبوته ولا نفيه، كإدراكنا مثلا أن معنى الحدوث هو الوجود بعد القدم بعد العدم، تسمية ذلك الإدراك تصورا. يعني ما معنى التصور؟ إدراك مفرد دون حكم، وإن أدركنا ذلك مع ذلك ثبوت الأمر أو نفيه سميناه تصديقا، والتصديق هو الحكم. يبقى إذن في تصديق وفي إيه؟ تصور. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق أسم. فهمت معنى التصديق ومعنى الإيه؟ التصور. فإثبات الأمر أو نفيه عنه هو المسمى حكما، والحكم مصدر. شوف كده، حكم يحكم حكما، الحكم إيه؟ مصدر. يبقى إذن طالما في مصدر يبقى في إيه؟ في اسم فاعل، في اسم مفعول، مش كده؟ فالمصدر يستدعي حاكما ومحكوما به، محكوم عليه ونسبة حكمه. هات المثال، لما أقول كده الصلاة واجبة، أين هو الحكم؟ الوجوب كده حكمنا وجوب. ما هو المحكوم؟ ما هو الحاكم؟ الشرع. طيب إيه المحكوم به؟ لا، الصلاة محكوم عليه. خلاص بلاش الصلاة واجب، أنتم باين عليكم الصلاة لا تجب. زايد قائم، ما هو الحكم؟ القيام، مش كده؟ إيه المحكوم به؟ القيام. المحكوم عليه زيد. وهنا يقول لك فالحاكم إما الشرع أو العادة أو العقل، لأنه سيقسم الأحكام بعد ذلك إلى شرعي وعادي وعقل. المحكوم به الوصف مطلقا، والمحكوم عليه الذات، يعني دائما الذات تكون هي الموضوع، والصفة تكون هي المحمول أو الفعل. والنسبة الحكمية الارتباط ما بين المحكوم به والمحكوم عليه، لازم يكون في ارتباط. يعني إيه الارتباط؟ يعني يصح النفي ويصح الإثبات. زيد قائم، زيد ليس قائما، فلازم يكون في إيه؟ نسبة تربط بين المحكوم به والمحكوم إيه؟ عليه. إنما إذا أقول لك الصلاة واجبة فتفهم أن هناك إيه؟ ارتباط، لأن الصلاة فعل، مش كده؟ والفعل ده يجري في المكلف، والمكلف فعله إما أن يكون واجب أو مستحب أو مش كده؟ واضح. فإذا قلنا الصلاة واجبة ففي علاقة بين الوجوب وبين الصلاة. إنما إذا قلت الحجر واجب، هنا ما فيش نسبة، إيه واجبة؟ الحجر جائز. إنما لو قلت الصلاة واجبة في نسبة ولا ما فيش؟ إنما لو قلنا الصلاة حجر، إيه ما هذا؟ لا يكون في ربط. مثاله يعني مثاله في الشرع الصلاة واجبة، الحاكم مين؟ ها؟ المحكوم به الوجوب، المحكوم عليه ذات الصلاة. النسبة الحكمية الارتباط ما بين المحكوم به وهو الوجوب، والمحكوم عليه وهو ذات الصلاة. ومثال في العقل، العالم حادث. طب هنا ايه المحكوم به؟ الحدوث، والمحكوم عليه العالم، والحاكم العقل. والنسبة الحكمية
هي الارتباط بين الحدوث وبين الايه العالم. باب وفي العاده النار محرقه، حكم العقل بكذا او حكمت العاده بكذا فافهموا. ولما كان الحكم لابد له من الانقسام، هنا هنبدا الدرس الجديد من اول ايه؟ ها؟ من اول وينقسم. فين؟ في المد وفي الاسفل. ولما كان الحكم لابد له من الانقسام. والله اعلم. اللهم صل افضل اسعد مخلوقاتك يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره. كيف، سؤال، كيف يكون الجهل وجودي مع أن معناه عدم المعرفة فهو عدم؟ ألم نقل منذ قليل أن الجهل على قسمين، جهل بسيط وجهل إيه؟ فالوجود هو المركب والعدم هو البسيط. ويسأل كيف الجهل وجودي، الجهل الوجودي هو المركب، أما الجهل البسيط هو العدم. واضح؟ يبقى الجهل لا يكون وجوديا إلا إذا كان مركبا، لأنه لا يتركب العدم. التركيب فين؟ ها؟ في الوجود. فهمتم؟ فالجهل الإيه المركب هو الجهل الإيه الوجودي، أما الجهل البسيط هو العدم، لأنه عدم الإيه المعرفة. مفهوم؟ هل هناك اعتراض على الجواب؟ ما معنى علم الكلام وكيف نشأة علم الكلام؟ معنى علم الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. ونشأ علم الكلام طبعا بنشأة الفرق الإسلامية، وعندما كان أهل العلم مكلفين بالرد على الشبهات والدفاع عن الإسلام وتقرير الأدلة وكشف الحجج والبراهين والرد على الشبه. فلما ظهر هذا كانت نشأة أو بداية علم الكلام. وعلم الكلام فيه ما هو محمود، وهو الذي ندرسه في الأزهر الشريف لنتمكن من رد شبهات الخصوم. وهناك علم كلام مذموم، هو الكلام كلام الفرق الضالة في القضاء والقدر والجبر والاختيار وغير ذلك. فإذا رأيت أو سمعت من أقوال السلف الذم أو ذم علم الكلام، فالمراد به كلام أهل البدع والأهواء وليس كلام أهل السنة والجماعة. وأتي بكتاب جميل يوضح لك هذه المسألة، هو كتاب للإمام الأشعري اسمه استحسان الخوض في علم الكلام. لبعض السلفية يقولون علم الكلام ده بدعة ومذموم. ليه؟ لأن الصحابة
لم يتكلموا في هذه المسائل، لا في الذات ولا في الصفات ولا المعاني ولا الصفات السلبية ولا العرض ولا الجوهر. إذن فالأزهر الشريف والذين يدرسون فيه من أهل الضلال، هذا هو الذي يريدون أن يقولوه للناس. ولكن نقول لهم سكوت الصحابة عن هذه المسائل لأنه لم يوجد في زمنهم ما يقتضي، بدليل أن الصحابة لم يؤلفوا ألفية ابن مالك ولم يعرفوا شرح ابن عقيل ولا أصول الفقه ولا حتى مصطلح الحديث. إذن فالعلوم كلها ضلال وليس علم الكلام فقط. هل هناك صحابي عرف المرسل ولا المنقطع؟ علم الحديث نفسه الذين يعني يزعم السلفية أنهم أساطينه أيضا هذا لم يكن موجودا في عصر الصحابة، ولا علم الفقه ولا أصول الفقه ولا أي علم آخر. يبقى إذن نشأت يعني لماذا لم يدرس النحو في عهد الصحابة؟ لأنهم كانوا على فطرتهم يتكلمون العربية ولم يظهر الخطأ أو اللحن إلا بعد اختلاطهم بالإيه، فاستدعى ذلك وجود علم يضبط اللسان. وكذلك عندما ظهرت الفرق استدعى ذلك وجود علم يضبط العقائد، فقيض الله مثلا نصرة عقائد أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، وقيد لعلم الأحكام والفروع الأئمة الأربعة، وقيض لعلم التزكية والسلوك الإمام الجنيد وأئمة الصوفية كما قال لقاني في الجوهرة ومالك وسائر الأئمة، كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. فكل شيء له دواعي. فمثلا الذي يدعي أنه لماذا لم يتكلم الصحابة في هذه المسائل، فالجواب كما قال في عبارة جميلة نقلت في كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام للبياض، يقصد الإمام مين؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة مثل وقال مثلنا أو مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم، يعني قوم يعيشون في سلام وأمان فلا يتكلفون حمل السلاح، أما نحن فقد ابتلينا بمن يطعن في ديننا ويشكك فلا يسعنا ما وسع الصحابة. فلو ظهرت هذه المسائل في زمنهم لتصدوا لها. ولذلك من الذي تصدى لرد شبهات الخوارج؟ سيدنا ابن عباس وسيدنا الإمام علي. وورد أن الإمام الشافعي ناظر أهل الأهواء وأهل البدع. إذن علم الكلام موجود إذا كان المراد به الدفاع أو إذا كان المراد به فعلم الكلام له جانبان، جانب تقرير وجانب دفاع، وهو علمنا يقتدر معه على إثبات. فرق بين علم الكلام وبين علم العقيدة. قال علم يقتدر معه على إثبات وليس على تحصيل. تحصيل العقائد من الكتاب والسنة والعقل والإجماع، هذا هو كيف نحصلها. فعلم الكلام ليس وظيفته تحصيل العقيدة، إنما وظيفته حماية العقيدة، يقررها ثم له جانبان، جانب دفاعي وجانب تقرير. واضح؟ يلا يا باشا تفضل. بعض الناس يعني تعجب إذا قلنا أن أهل السنة هو الأشعري، فقال وهل النبي أشعري وهل الصحابة أشعريون؟ نعم، هو بيقول لك يقول أهل السنة هم الأشاعرة مش كده، فيقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أشعري؟ فنقول له هذا يعني كلام لا يصح من إنسان عاقل. الإمام أبو الحسن الأشعري في القرن الثالث أو القرن الرابع، فلما ظهر وأبو الحسن الأشعري
لم يؤسس فرقة، يعني خطأ جسيم من يجعل الأشاعرة من الفرق. الفرق يعني الذين اختلفوا وتفرقوا، أما الأشاعرة هم السواد الأعظم، هم الذين يعني أبو الحسن الأشعري ليس مبتدعا لمذهب، بل هو مقرر ومدافع عن مذهب السلف أو عن عقائد. هذا ما قاله الإمام السكي، الأشاعرة ليسوا فرقة وليسوا مذهبا، بل هو تقرير لمذهب أهل السلف بالأدلة العقلية والنقلية في مواجهة الفرق الضالة من المعتزلة والخوارج وغيرهم. فمخطئ من يقول إنه الأشعري له فرقة أو له جماعة، هذا غير صحيح بالمرة. وكيف ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأشاعرة وهم لم يأتوا إلا بعده بقرون؟ يعني هذا نرد على هذا السفه بقوله تعالى، يعني الذي يقول لماذا لم يكن النبي أشعريا، فنقول له لماذا لم يكن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ الله تعالى رد على هذا وقال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إيه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف يكون تابعا لملتهم مع أنها جاءت بعده؟ فكيف يكون النبي أشعريا مع أنه إيه الأشاعرة جاءوا بعد؟ لكن هل عقيدة الأشاعرة مخالفة لعقيدة الصحابة وعقيدة، هذا هو السؤال. فنقول كلا، هي نفس أبو الحسن دافع عن العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فلما نصروا رأيهم أو كانت آراؤه سديدة نسب إليه أتباعه، كما أنكم تقولون نحن أزهرية أو نحن ننتمي إلى كذا. فالانتماء إلى مدارس العلم أو إلى البلاد أو إلى القبائل لا ينافي الدين، فالانتماء إلى الأشاعرة لأنهم تلاميذه وأتباعه، هو مؤسس المدرسة، فكيف نذم الانتماء إلى الأشعري ولا نذم الانتماء إلى أبي حنيفة؟ ألم نقل هؤلاء حنفية وهؤلاء مالكية وهؤلاء شافعية؟ إذن فلماذا تقوم الدنيا عندما نقول هؤلاء أشعرية وهؤلاء سلفية؟ هل وردت كلمة السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في كتاب الله؟ لم ترد، إلا في قوله تعالى عفى الله عما سلف. هل يصح قول بعضهم أن بعض العلماء يثنون على محمد بن على أي شيء يثن؟ أي إنسان حتى مهما كان فيه جوانب محمودة وفيه جوانب غير محمودة، فمحمد بن عبد الوهاب وغيره بشر يخطئ ويصيب، ونرد على محمد بن عبد الوهاب إذا أخطأ وندافع عنه إذا أصاب، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد. يرد على محمد بن عبد الوهاب ويرد على أي محمد ابن أي إنسان إلا محمد رسول الله، هو الذي لا يرد عليه، يؤخذ من قوله ولا إلا صاحب هذا المقام العظيم. أي إنسان ثاني اسمه محمد يرد عليه وعلى آبائه. نعم. والأزهر سيدي يعني في والأزهر يرد عليه أيضا، يؤخذ منه ويرد عليه. لكن من أين نال الأزهر المكانة من إجماع الأمة إلا من شذ، ومن شذ شذ في النار. فالأزهر دليله هو مش الكتاب ولا السنة، لم يذكر الأزهر في كتاب الله ولا، وإنما دليله ألا تعلمون أن الأدلة أربعة، الكتاب السنة والقياس، فدليل الأزهر هو الإجماع. فهل العالم كله أجمع على الأزهر؟ لكن هل أجمعوا على عقائد السلفية أو المشبه؟ لا، الأمة كلها تخالفهم. إذن مين اللي أجمع عليه وتلقته الأمة بالقبول؟ يعني ترى في الأزهر من الصين ومن الهند ومن السند ومن العرب ومن العجم، ولكن لا ترى في مدارسهم إلا جماعات محدودة لا تمثل سواد الأمة. فكيف نعرف أهل السنة والجماعة؟ نعرفهم بعلامتين. العلامة الأولى هم
هذه انقرضت وانتهت لاتباع الإمام. لما كان إمام واحد أو خليفة واحد يحكم الأمة أو يحكم المسلمين، فالذي يخرج على هذا الإمام يبقى من الخوارج. الآن لا يوجد الإمام. إذن فما هي العلامة التي نعرف بها أهل السنة؟ اللي هي السواد الأعظم، يعني الزيتونة، القرويين، مدارس اليمن، مدارس الشام، العراق، آسيا، كله على هذه العقيدة. إلا شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فاحذروا من هذه، فإن عقائد في الحقيقة هي عقائد الكرامية المشبهة والمجسمة. ولا تغتروا بالأسماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.